Messier, Beschnerko, وانكون الابطال. هذه اغنيه من السوفينير، هذه اغنيه من الذكريات، كما انا سعيد اني طلعتها في اليوتيوب بعد 40 سنه، ليس البحث 40 سنه ولكن الغنايه عمرها 40 عام، من ذكريات الكوبا ديل موندو ارجنتين 78، فيها في صوري، فيها في ذكرياتي، في قلبي تالق نسور قرطاج، وفيها في ذكرياتي اهداف الارجنتينا، الاولاد ولادي، لقيت الغنايه اللي بحثت عليها سنين، لقيتها الريفا الارجنتينا، ايسلندا جات بهذا التشكيل، لحراسة المرمى هاندرسون كله كرواسون، ايسلندا كلها كرواسون كلها، هاندرسون سيفارتسون ماجنوسون سوغورتسون ماجنوسون اخر جونارسون لعب كارديف سيتي، هالفريدسون يلعب في اودينيزي في ايطاليا، جودمونسون يلعب في بيرلي في الابيل، بيمارسون استون فيلا 10 نجمة أول مرة في التاريخ يتقابلوا، الأرجنتين وصلت النهائيات بأسوأ الأرقام، وكرة الهدف الأول ضاعت، كرة الهدف الأول لأرجنتينا، كرة ممتازة جدا ضاعت من رقم 17، صفر، إيسلندا صفر، كرة الهدف الأول، 1-0 ضاعت كرة، ضاعت كرة من رقم 3، يضرب كرة ثانية فيكو، نيكولا لاعب أياكس أمستردام، ميسي وخطورة الكرات الثابتة، الأرجنتين عندها فرصة أولى. ترجع الكرة تمشي بلعبة خطيرة إيزلندا ضرب كرة خطيرة أول شوطة على المرمى في التاريخ المونديال لإيزلندا عن طريق رقم 11 فين بوغاسون لاعب أوغسبورغ فين وين يا فين يا بوغاسون ممكن يمشي منتخب إيزلندا يفاجئهم بكرة أخرى كرة جول ضيع الهدف الأول رقم 8 رقم 8 اللاعب بي أرناسون أستون فيلا لا هي حرب كرة اضرب اوتاميندي بعيدة يا اوتا اوتاميندي اوت كورة ترجع لايسلندا صيحات ايسلندا ترج يمشي ميتزا الدفاع بامتياز اولى والثانية والثالثة في يوم اخير في شهر جوان ايسلندا بينما الارجنتين خمسة مش حاطين له مش حاطين له مش حاطين مانشستر يونايتد روخو شاط كورة خطيرة كورة جول كورة هدف فرصة جول اجويرو اجويرو الكون الكون سيرخيو جولاسو 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 دقيقة لا تقرا لا تكتب لا تقرا لا تكتب شوف الكورة شوف الصورة كله في السليم داروا لف حتى المدافع في ضغط ميسي ملا روح ملا ميسي وفرصة أخرى والحارس ميسي لم أراه مش يدور الراس طريقة الإنجليزية الكلاسيكية وين الراس جول التعادل يرفض التراوة تمشي كورة إيزلندية فرصة التعادل عرضية جول التعادل إيزلندي جول 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 إيزلندا المنتخب الإيزلندي حكاية عناد حكاية إصرار حكاية عدم عقدة لو تتذكروا كلامي ناس ماش معقدة ناس ما عداش الكومبلكس 1-1 إيزلند 1-1 هدف تاريخي هدف التاريخي من البرتغال هولندا ألمانيا إسبانيا إيطاليا أرجنتين برازيل أمام فريق هو أصلا تاريخ خطيرة والثاني فرصة للثاني ميسي حط الباس يرجع 1-2 كرة الأرجنتين التسديدة عالية خدمة باهية خدمة باهية يضرب الكرة لوكاس بيليا مرتين نجمتين على قميص الأرجنتين شوية برك شوية برشا دوم الكبيرة الأرجنتين ما حققش برشا بطولات الثاني يمشي يمشي الإيزلندي 5-1 واضحة لمنتخب إيزلندا تمشي كرة ممتازة باس ولكن الكنترول مستحيل الكنترول مستحيل يا ميسا عداك العيب يا ميسا كرة مستحيل يمشي بالكرة الأرجنتين خطير أجويرو أجويرو كرة ميسي والدفاع يمشي كرة ممتازة يرجع ميسي 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 ممتازة والركنية ركنية للأرجنتينا ركنية للمنتخب المرشح للبطولة أنا أمشي بالكرة المنتخب الأرجنتيني عن طريق ميسا ميسا يوزع كرة قائم ثاني خطيرة أشفرنا في القائم الأول والحكم يقول ركنية البولندي واضح سيمون مارشانياك يقول كورنير لوكاس بيليا يقول عرقلي لوكاس بيليا شوف هذه الأرجنتين على الكرة ولكن نتيجة تعادل لحد اللحظة منذ السلطان في المقابل سلطان الأرجنتين يمشي الثاني ضربة جزاء فما لمسة يد جيب الفار جيب الفار جيب الفار جيب الفار يا غدار مش ممكن مش ممكن فيها لمسة يد فيها لمسة يد
لماذا لا يلتجئون لباس خطير مراد ممتاز الثاني اسبيكا كاباييرو هذا دفاع ما يطمنش هذا دفاع ما يطمنش ما يهنيش اضرب الثاني جول فرصه اخرى لايسلندا سيغورتسون هداف التصفيات مسمات سابقا ستالينغراد الشوط انتهى الشوط خلص مارشينياك يقول شوط اخوان تعادل ايجابي لايسلندا نتيجه سلبيه للارجنتين يلعب الكرة الآن خالد ماريا عرضية راسية فرصة محاولة من أوتاميندي نيكولا أوتاميندي فرصة للمنتخب الأرجنتيني أتعذب الأرجنتين يرجع بالكرة للكروس للثاني مش ممكن رقم 10 ضيع فرصة سيغورتسون لعب التوفيس لعب البريمير ليج هنا يمشي المنتخب الإيسلندي فرصة ضربة راس الحارس هذا يخوف الحارس هذا حصالة في الشرق تقولوا حصالة عنا نحن نقول الشقاقة لا مش مطمني فرصة الثاني فما لمسة غابة ميسي عدى الثالث ميسي في الرابع ما زالت يقاتل الأرجنتين وركنيه للتانجو تتكلم عن إيسلندا فرصة للثاني فرصة بانيجا ضيعها على الأطراف ترجع الكرة وتدخل الوسط يلم للوسط يوزع كرة خطيرة ضربة جزاء ممكن ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني ميزا جاب بنالتي إيسلندا في لحظة غلطت في لحظة ارتكبت كرة من العدم يخلق فيها ميسي فرصة ويجيب بنالتي بادروني ديال المونديال ضيعها ميسي ترجع كرة الفريق الإيسلندي للفريق الأرجنتيني ضيع كرة ما تضيع كرة ما تتعودش إيسلندا بطلة تجيبكم لماذا يمشي بالكرة ليونيل ميسي الأرجنتين لا تساوي 5% من الضغط المسلط عليه في كاتالونيا افهموها للآخر وأخيرا ميسي في برشلونة ميسي على ستصل للاعب المتقدم داليا فيكو إلى حارس المرمى اللي يتألق اليوم اللي هو هالدورفر المنتخب الأرجنتيني ميسي يتقدم يسدد في حائط بافون هذه اختيرة بافون في انذار للتمويه البولندي انذار شفاوي هل يتحول الى انذار رسمي